<applause> ان كل علم له منهج معين، وبعض العلماء يعتقدون ان اهم شيء في كل علم المنهجية التي نستخدمها في ذلك العلم ما هو المنهج كل علم من العلوم له منهج معين ومن الخطا ان ياتي الشخص ويطبق منهج علم على منهج علم اخر هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض الفلاسفة الأقدمين. القضايا العقلية لها منهج معين. القضية العقلية كيف تحللها؟ تجلس في غرفتك المغلقة وتحلل القضية العقلية او بعض القضايا العقلية. هؤلاء حاولوا بهذا المنهج أن يحللوا القضايا الطبيعية، القضايا الطبيعية لها منهج آخر، ما يمكن بالتحليل العقلي واحد يحلل القضية الطبيعية، ولكن يأتي الفيلسوف الكبير كبير عظيم في علمه ولكن منهج خطا يفكر انه هذه الاكوان ما هي الماده التي تالفت منها خطا هذا المنهج امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في التجارب علم مستحدث تجربه أما أنه أقعد في غرفتك أو في برجك وفكر ما هي المادة التي تتألف منها الكواكب والمدارات والشمس والقمر هذا مو منهج هذا منهج خطأ حتى إذا يكون هذا المفكر مفكر عظيم وبالنتيجة ينتهون إلى قاعدة الخرق والالتيام أن هذه الأفلاك مكونة من اشياء ذرات غير قابله للخرق والالتئام لا يمكن ان تخرق بعدين عندما انتهوا الى هذه النتيجه تحيروا في قضيه المعراج فكيف عرج النبي صلى الله عليه واله الى السماوات اذا النبي عرج المفروض ان السماوات تنشق وبعدين لازم تلتئم والخرق والالتئام محالان من الناحيه العقليه، هذا خطا في المنهج، العظيم عندما يخطئ في المنهج ينتهي الى نتائج خاطئه، حتى اذا يكون عظيم، بينما عالم ما يمكن ان يقارن بذلك الفيلسوف الكبير عالم متواضع يمكن لا يمثل واحد في قبالة ألف واحد من ألف منهج صحيح يأتي ويتوصل إلى النتيجة الصحيحة هاي الطائرات اليوم تخرق هذه الأجواء وتسخر بنظرية الخرق والالتيام التي اختلقتها عقول فلاسفه كبار كل يوم دا يضحكون على هاي النظريه طيارات كل يوم منهج خطا كما اتذكر في كتاب شرح حكمه الاشراق ياتي الفيلسوف الكبير يريد يحلل ظاهرة طبيعية بمنهج عقلي، خطأ! هذه الصور التي نشاهدها في المرآة ما هي حقيقتها؟ اقعد بالغرفة وفكر شنو حقيقتها؟ يذكر على ما اتذكر احتمالات الاحتمال الاول الاحتمال الثاني ثم هذا الفيلسوف الكبير ينتهي الى هذه النتيجه اكو فد عالم يقال له عالم المثال في ذاك العالم اكو حقائق وحقيقتنا موجوده في ذلك العالم إحنا عندما نشوف المرآة نرى الحقائق الموجودة في عالم المثال ينقل أن الحاجي السبزواري عندما قيل له أن الغربيين اخترعوا آلة للتصوير قال تحول علمنا جهلا لان احنا بنينا على استحاله انفصال العكس عن العاكس والظل عن ذي الظل، هذا محال من الناحيه العقليه، غربيين اجوا وفصلوا العكس عن العاكس، صورتك موجوده هنا وانت في مكان اخر او صاحب الصوره تحول إلى تراب صورته موجودة تحول علمنا جهلا ليش؟ لأن المنهج خطأ كان القضايا الطبيعية لا تحلل طبعا منهجهم في القضايا الإلهية كثير منا أيضا خطأ الآن ذاك بحث آخر ما علينا به وما هي النتائج العجيبة التي توصلوا إليها منهج خطأ أهم شيء في العلم نحن يجب أن نبحث عن المنهج